السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، معك أخوك الممثل لجمعية نطير إخوان الحرائر، حياكم الله. الله يحفظك ويبارك فيك. إيش قصة هذه الطفلة الصغيرة أخي؟ والله قصة هي الطفلة عم نحفظها، وفي عنا معهد هون عم نحفظها فيه، يعني عم تحفظ من القرآن ما شاء الله. عم تحفظ أسئلة عقيدي وعم تحفظ من القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. طيب سألني يا أخي كم سؤال وخليها تجاوب على الكاميرا، حياك الله وبياك. علي صوتي. من ربك؟ من نبيك؟ محمد. ما هو دينك؟ الإسلام. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق غير الله. أين الله؟ أين الله؟ في السماء. ما هو القرآن؟ كلام الله. ما هو طريق الخلود؟ أم الجنة أم النار. ما هي قبلة المسلمين؟ الكعبة. ما هي أعظم فتنة؟ التسال. من هو عدوك؟ الروس أمريكا وسطها. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده ونشرك به شيئا. علي صوتك، عيدي. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده ونشرك به شيئا. ما هي أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله يعطيك العافية. ما شاء الله ما شاء الله، طفلة لا تتجاوز 3 سنوات من عمرها. نعم. ما شاء الله، تعيش وتقطن في مخيمات أطمة في ريف إدلب الشمالي. ما شاء الله ما شاء الله، تحفظ أسئلة كثيرة من العقيدة وتحفظ من القرآن أخي. تحفظ من القرآن ما شاء عما الله. يتساءلون. ما شاء الله، سمعينا شوي من كتاب الله من القرآن، يلا. ابدأي عما يتساءلون. علي صوتي. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيهم مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا